يقول عمر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ويقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والسير إلى الله سير كادح ذو مشقة. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال وهو أصدق القائلين: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والوقوف بين يدي الله أمر وحتم لازم لا محيد عنه. والسير على طريق الله يحتاج إلى في أول الأمر ومنتهاه إلى توفيق من الرب تبارك وتعالى. وهذه بعض الوصايا فيما يعينك على أن تصل إلى ربك جل وعلا على النحو الذي أراد والوجه الذي أتم. الأمر الأول: لا تقدم على رضوان الله جل وعلا رضوان أحد كائنا من كان، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني: كل شيء أمر الله بالمسابقة إليه فسابق فيه، فإن الله لا يدلك إلا على خير ولا يحثك إلا على ما يقربك إليه، لكن افعله وأنت محتسب لما تصنع، افعله وأنت محتسب لما تصنع. وأنت تسير الخطوات إلى المساجد تذكر يوم يسير الخلق إلى ربهم جل وعلا، وأنت تمشي في الظلمات تذكر يوم تعطى النور التام برحمة الله يوم القيامة، وأنت تقف بين يدي الله في المسجد تأكد أن هناك ساعة ويوما تقف فيه بين يدي الله في يوم العرض الأكبر، وأنت تركع لربك وتسجد. المنة لله عليك أن جعلك تركع له وتسجد، وليست لك المنة على الله. واعلم يا أخي أنه كم لله من عبد صالح في السماوات والأرض خاضع لربه، وليس لك أنت وأنت راكع أو ساجد أحد يجيرك ولا يعينك ولا يهديك إلا ربك تبارك وتعالى. قل في سجودك وأنت تسجد: اللهم كم من عبد صالح لك في السماء والأرض يسجد لك ويرجوك ويعبدك، وليس لي رب غيرك ولا إله سواك أسأله وأرجوه. فإذا أظهرت لله جل وعلا فقرك وحاجتك وإلحاحك على ربك رأيت من الله جل وعلا فضلا كبيرا. الوصية الرابعة: كل من استدام على أمر في الغالب أنه يموت عليه. كل من استدام على طاعة في الغالب أنه يموت عليها، وهذا ما يسمى بحسن الخواتيم. والناس إذا رأوا زيدا أو عمرا من الناس على طاعة ظنوا به خيرا، وإن رأوه على معصية ظنوا به سوءا. والله وحده من يعلم ما في سريرة هذا العبد، والله لا يظلم أحد مثقال ذرة، فيكافئه جل وعلا بأن يميته على نحو إن كان ذا سريرة حسنة يكون حسن اللقاء بربه جل وعلا، فيقبل على الله تبارك وتعالى في لحظات يكون فيها قريبا من ربه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، على أن الإنسان يحتاط لنفسه وهو يرى خواتيم الخلق. فإنك لا تدري، ولو رأيت ظاهر الأمر أنه حسن أو ظاهر الأمر أنه سيء تبقى شهادتك معلقة بما ترى، أما السرائر فأمرها إلى الله. فسأذكر لك خبرا افتراضيا في أن السرائر ولو انتهت بالخواتيم لا يعلمها إلا الله، وفي بعض أحوال الناس التي تقع وإن كانت أمورا قد يأنف منها أهل العلم والبلاغة، لكن قد يكون فيها إظهار ما يمكن أن يطوى عن الإنسان من خبر. أعرف رجلا خرج ذات مرة مع قرابة له، منهم بعض أيتام، فوصل إلى منطقة سياحية في بلادنا فيها ما يسمى بالتلفريك، وهو يأنف أن يركبه أو أن يحمل عليه، لكن من حوله من الصغار أصروا عليه أن يكون معه.
فما أراد أن يجبر، فأراد أن يجبر لهم كسرا فركب معهم، فركب معهم وهو أصلا لا يحب المواطن العالية، وفي نفس الوقت أراد أن يتعبد الله في هذا المكان، فصلى ركعتين منذ أن ركب إلى أن نزل، منذ أن ركب إلى أن نزل. أين موضع الشاهد في القصة؟ الرجل لم يمت، أعرفه إلى الآن حي يرزق. أين موضع الشاهد من القصة؟ هذا يعلمك ويؤدبك إن كنت تعقل، وأنت تعقل، كيف يؤدبك ويعلمك؟ هذا الرجل عندما ركب إلى أن نزل وهو يصلي، فلو قدرنا فرضا أن هذا المركب سقط، وغالب الظن أن من يسقط من هذا العلو يموت، بالله عليك ماذا سيقول الناس؟ سيقولون إن فلانا مات في حديقة ملهى، سقط من مركب كذا وكذا ومات، لأن أحدا من الناس لا يعلم ولا يدري أنه كان يصلي. الآن تأمل، كم من عبد صالح مات وأنت تسيء به الظن وهو عند الله حسن. وهذا يعلمك أن العبرة، كل العبرة بسريرتك مع الله جل وعلا. ولهذا قال الله: قال الله: يوم تبلى السرائر. ومن هنا تعلم أن من رحمة الله أن الله لم يجعل الجنة بيد أحد من خلقه. نقول: من رحمة الله أن الله لم يجعل الجنة بيد أحد من خلقه. على هذا أيها المبارك، وهذا تيسير لمفاهيم الدين، إذا عملت العمل واجتهدت كثيرا أن يكون لله، فلا تبالي بأي أحد من الخلق علمه أو لم يعلمه، لأن الذي وحده يقدر على أن يكافئك علمه، وكفى بعلم الله علما وكفى بثواب الله ثوابا. فبالله عليك، رجل صلى ركعتين فعلم الله منه صدق نيته، وأعد الله له لذلك نزلا عظيما في جنته. ما الذي سينفعه الناس لو علموا عنه ذلك؟ لن ينفعوه بشيء، فخير له أن لا يعلم الناس عنه. لكن المثل الذي قلته في الأول أردت به شيئا واحدا، أن لا يكون في لسانك مسارعة إلى القدح في الناس، أن لا يكون في لسانك مسارعة إلى القدح في الناس على أي حال رأيتها، إنما ترجو لمن غلبت عليه الطاعة الجنة، ولمن غلبت عليه المعصية تخشى عليه من النار. أما الخلق فسرائرهم إلى رب العزة والجلال، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله جل وعلا وحده يتولى محاسبة خلقه، وهو القيوم عليهم تبارك وتعالى، وكلهم فقراء إليك. فحسبك أيها المبارك أن توطن نفسك على أن لا تقدح في عمل، على أن لا تقدح في أحد، وعلى أن توطن نفسك على أن تكثر من أعمال السرائر التي هي خافية على الناس، وهي عند الله بواد ظاهرة. فالله لا رب غيره ولا إله سواه، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، وحده تبارك وتعالى يقدم من يشاء بفضله، ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. وحتى تكون هناك أعمال سرائر في الخلاء، لا بد أن يكون في القلب تعظيم لرب العزة والجلال، لا بد أن يكون هناك علم بالله جل وعلا. وهذا ينجم عن تدبر القرآن وتلاوة آياته. الله يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
فكلما تذكر الإنسان سعة رحمة الله ازداد أملا في دخول جنته، وكلما تذكر الإنسان عظيم قدرة الله وأن له مواطن سخط وغضب خاف من ناره، فإذا تذكر ما لله من صفات الجلال والجمال والكمال زاد حبا لربه تبارك وتعالى. ومن جمع هذه الثلاث، حب الله والخوف منه والرجاء فيما عنده، وفق إلى صراط مستقيم. هذه أيها المؤمنون شذرات من تأملات ومتفرقات من مواعظ، قلتها على عجل، والله وحده المسؤول أن ينفع بها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إن ربي لسميع الدعاء، صلى الله على محمد.